موجز الأنباء من زومسا تي في بطنجة، أهلا بكم. تعرف شواطئ تامودباي انتشارا كبيرا لقناديل البحر، ما أدى إلى استحالة السباحة بها، وقام كثير من المصطافين بمغادرة الشاطئ نحو وجهات أخرى مخافة تعرضهم للدغات قد تكون عواقبها وخيمة. ويتوقع أن تستمر هذه الظاهرة بشواطئ مدينة تطوان، خاصة الممتدة عبر الشريط الساحلي من مارتيل إلى الفنيدق، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. كشف وزير الداخلية محمد حصاد أن الدولة خصصت مبلغ 300 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات المقبلة. وقال حصاد اليوم خلال يوم دراسي بعنوان تدبير الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية نظمته وزارة العدل والحريات، قال بأن الوزارة خصصت لجميع الأحزاب مبلغ 300 مليون درهم، أي 150 مليون درهم للانتخابات الجماعية و100 مليون للانتخابات الجهوية. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 عناصر ينشطون بمدن طنجة وبوزنيقة وخريبكة وتونات، أعلنوا ولاءهم للتنظيم الإرهابي داعش. في الخبر الرياضي، تمكن فريق المغرب التطواني من التعاقد رسميا مع المدافع الأيمن يونس بالخضر لمدة سنة قابلة للتجديد. يذكر أن اللاعب يونس بالخضر كان قد لعب لفريق الوداد البيضاوي وميريتيمو البرتغالي والعين الإماراتي ورجاء البيضاوي وكذلك أولمبيك آسفي والجيش الملكي، كما حمل قميص المنتخب المغربي في 4 مباريات بين الرسمي والودي في عهد المدرب التوصي. في إطار مشروع توطين الفرق المسرحية بالمراكز الثقافية وبدعم من وزارة الثقافة، فرقة تيفسوي للمسرح الأمازيغي بالحسيمة قدمت عرضا مسرحيا بعنوان ترينكا بتطوان. المسرحية كتبت بنفس موليري وتحكي علاقات اجتماعية متشعبة. في الشأن الفني، تحتضن مدينة طنجة فعاليات مهرجان تويزا المتوسط للثقافة الأمازيغية في دورته 11 من 23 إلى 26 من يوليوز الجاري تحت شعار الثقافة إكسير الحياة. بهذا الخبر نأتي مشاهدين إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.